السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ أنا الآن مقبل على تعلم القراءات، وهناك شخص قال لي أنه علم لا ينفع، فما حكم تعلم القراءات؟ لا، هو علم ينفع، علم تعلم كتاب الله ينفع بالقراءات، لكن هناك ما هو أنفع منه. نعم، يعني أنه مثلا لا ينفع العوام. لا، لك هناك ما هو أنفع منه، لكن هو ينفع. جزاك الله خير يا شيخ.